بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ إن شاء الله نتكلم على الـ LINQ، هنعمل انتروداكشن بسيطة في الـ LINQ وبعد كده إن شاء الله ناخدها بالتفصيل بإذن الله. الـ LINQ ديت يعني بروجرامينج موديل، خلاص عبارة عن بروجرامينج موديل بيشتغل على مجموعة من البيانات، بيشتغل على البيانات وبيقدر يعمل عليها عمليات كويرينج، عملية استعلام عن البيانات، وبرضو عملية manipulate للديتا، يعني ازاي يقدر برضو يعدل البيانات اللي موجودة او يتعامل معها، خلاص. طبعا اهم حاجة في القصة دي ان هو independent عن الداتا سورس بتاعته، يعني بيبقى منفصل عن الداتا سورس اللي بيشتغل عليها، سواء كان الداتا بيز او زي ما هنشوف كان شوية، بيبقى منفصل، يعني بيقدر يشتغل عليها كبروجرامينج من غير ما يبقى متصل بالداتا بيز بتاعته او على علاقه بالداتابيس دي بشكل محدد. يعني ال LINQ هي تعتبر برضو، هي طبعا احنا قلنا ان هي اختصار ال لانجوج اي انتجريتد خلاص لانجوج او كويرينج كويري، يبقى لانجوج انتجريتد كويري، يعني كويري استعلام عادي، بس الاستعلام دوت اللغه بتفهمه، زي لغه مثلا السي شارب كمثال بتاعنا احنا، يعني بتفهمه، يعني بتقدر تحس بيه، مش زي ما كنا بنبعت زمان جمله الاس كيو ال ونعملها ما بين دبل كوتيشن ويبعتها للداتابيز والداتابيز هي تفهمها وترد عليه، لا مش كده الوضع دلوقتي زي ما هنشوف. يبقى هي انذر تول، يعني انذر تول عشان اعمل الاس كيو ال كويريز في الكود، يبقى انذر تول اخرى عشان اقدر احط جمل الاس كيو ال كويريز داخل الكود بشكل يكون فاهمه الكود ذات نفسه. دلوقتي ال LINQ تعتبر ابستراكت لير جديده، ابستراكت خالص، بتقدر تتعامل مع البيانات بشكل مختلف. ال LINQ بتعمل مجموعه من الكويريز على اشكال مختلفه، ليها مجموعة من الفليفرز. فليفرز يعني بتشتغل بأشكال مختلفة. أول حاجة ممكن أشغل الـ LINQ to objects، ودي حاجة مهمة جدا، لأن أنا ما بشتغلش على الـ LINQ لمجرد إن أنا بشتغل على database، لأ مش شرط، ممكن أكون بشتغل على objects classes حاجات مني. وممكن الـ LINQ تبقى شغالة to XML، بتشتغل على الـ XML، عندي فايل XML وأقدر بالـ LINQ أقدر كويرنج على الفايل ده. وطبعًا وده الحجم اللي هو الناس بتستخدمه بحجم أكبر، الـ LINQ to ADO.NET، اللي بيبقى عارف ADO.NET وهو اللي هيبقى مركز معانا دايمًا، وعارف سي شارب، إحنا بنتكلم عن الـ LINQ بشكل مباشر. لازم يكون عارف اي دي او، لكن ال LINQ ممكن تساعدك في شغل الاي دي او والربط مع قواعد البيانات، وليها برضو ثلاث اشكال مختلفه في شغلها مع الاي دي او. في ال LINQ تو اس كيو ال، وفي ال LINQ تو داتا سيت، في ال LINQ تو انتيتيز او كلاسز، يعني بتاعت داتابيز، او اشتغل على داتا سيت، خلي ال LINQ تتكلم مع داتا سيت، او ال LINQ تبقى شغاله مع الاس كيو ال. انترو كده مثال بسيط بس يوضح، افتح كده ملف اللوبات بس للتوضيح مؤقتا قبل ما ابدا اشتغل على اكزامبلز كبيره. بقوم عامل مثلا فار كويري، يعني بشتغل سي شارب. طبعا فار كويري دي بالنسبه لي ان الكويري ده عباره عن فاريبل عادي لكن نوعه لسه غير محدد، كلمه فار كده معناها في السي شارب، بتساوي وقوم قايل ال LINQ، ال LINQ بتاعتي بتقول فروم سي ان كاستمرز. كاستمرز ده بالنسبه لي قد يكون كلاس من الكلاسز اللي عندي، خلاص. فبقول له هات لي الكاستمرز دوت وهندلعه خلاص سي، واقول له وير، بشرط مش تجيب لي كله وخلاص، لكن في شرط. ايه هو الشرط بتاعك؟ قلت له سي دوت كانتريز، ممكن تكون الكانتري ديت عباره عن بروبرتي ان الكلاس اللي اسمه كاستمر، الكانتري بتاعتك تكون بتساوي مثلا ايطاليا مثلا، خلاص. يبقى كده هيجيب لي بياناتهم. طبعا انا ما تلاحظ ان انا بدات بفروم وحطيت وير، مفيش سيلكت، سيلكت حط في الاخر،
طبعا الناس اللي عارفه اس كيو ال برضو لازم تكون معانا. سيلكت هات لي بقى ايه السي دوت كامباني نيم، السي دوت كامباني نيم واقفل. لو جينا بصينا كده على المثال البسيط اللي بيوضح يعني ايه اللاين كيو ده، الاقي ان بقول له فروم كاستمرز، الكلاس اللي اسمه كاستمرز سميته دلعته سي، وير ان السي دوت او الكاستمرز ديت دوت كانتري، دي اكيد بروبرتي جوه الكلاس اللي اسمه كاستمرز، او تعتبرها كولون اكولن حقل جوه جدول الكاستمرز بتساوي تكون ايطالي. هات لي السي الكاستمرز يعني دوت الكامباني نيم، ده برضو فيلد او بروبرتي جوه الكلاس اللي اسمه كاستمرز. وبكده الكويري دوت شايل البيانات، ممكن اسميه حاجه غير كويري، ممكن اسميه كامباني نيمز خلاص. يبقى فاريبل اسمه كامباني نيمز، المفروض ده دلوقتي بالنسبه لي كليستا، ليستا مليانه باسماء الايه الشركات، لانه هجيب كل الشركات بس بشرط اللي موجوده في الايه في ايطالي المخزنه في الجدول او الكلاس اللي اسمه كاستمرز. لو انا حبيت بس اوريك كده ازاي بقدر اشتغل على الناتج اللي جالي من الجمله دي وتخزن جوه الكامباني نيمز، هم جاي قايل له فور ايتش مثلا، وعرف متغير سترينج وسميه سي او نيم اللي هو كامباني نيم يعني ان مين، قلت له ان الكامباني نيمز خلاص. يبقى دور لي سي او نيم موجوده في الكامباني نيمز خلاص. هيعمل ايه؟ هقول له مثلا لو انا شغال دوس هقول له مثلا كونسول دوت رايت لاين اطبع لي الكونيم ده، فيبدا يطبع لي اول اسم شركه ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. طبعا دي على حسب بقى انت ويب ريسبونس دوت رايت دوت رايت، لو انت شغال ديسكتوب ابلكيشن هتبقى مثلا مسج بوكس دوت شو مثلا، على حسب يعني. لكن كده قدرت الف على اسم موجود جوه عندي جوه ليه بشر. كان قصدي الغرض من المثال ده ان انا اوضح لك يعني ايه اللي ان كيو شغاله على يعني كلاس بسيط. يعني مثلا لو حبيت اوضح لك مثلا الكاستمرز بالنسبه للناس الاي دي او اللي عارفه اي دي او مثلا على سبيل المثال، عشان اوضح لك فكره، معلش انا بحاول اوضح الاول فكره اللي ان كيو قبل ما ابدا اشتغل عليها واقول تفاصيلها، و بس اللي مش عارف يعني ايه اللاين كيو ياخد فكره عن شغلها. يعني الكاستمرز ده مثلا اللي احنا بنتكلم عليه دوت، قد يكون مثلا او انا عامل مثلا كلاس اسمه كاستمر او داتا تيبل عندي من دايم داتابيز اسمها كاستمر او الى اخره. يعني مثلا ناخدها كانها داتا تيبل، فممكن اقول له كاستمر ده اري صح كده، ودلعتها سميتها كاستمرز خلاص كده كاستمرز. تقول لي طب الكاستمر ده ايه اساسا؟ هقول لك ممكن يكون جدول. لو انا عايز اشتغل على اي دي او مثلا، اقول مثلا ممكن يكون عندي داتا ست واسميها دي اس مثلا، ودي بتساوي نيو، او مش ممكن اكون ماشي، او ممكن يكون بنادي على حاجه اسمها على ميثود بتجيب لي داتا تملا لي الداتا ست، جيت داتا ست ده تاليفي طبعا، جيت داتا ست دي يعني بنادي على على على, على ميثود كده موجود عندك بتجيب لك الداتا ست وتملا لك الداتا ست دي، وداتا هو عامل داتا تيبل منها مثلا واسميه مثلا كاستمرز خلاص، واقول له انت بتروح على داتا ست اللي عندك دوت التيبلز اللي موجوده جواه، عايز التيبل اللي اسمه كاستمر ده جدول موجود جوه قاعه البيانات بتاعتي مليان جوه الداتا ست ده شكل. ممكن يكون الكاستمرز اللي عندي ده، وممكن يكون الكاستمرز اللي عندي كده. يبقى انا عندي دلوقتي عرفت اوبجكت من كلاس، والكلاس ده انا خدت منه اري وبشتغل عليه، او عندي داتا سيت مليانه بالبيانات. طبعا دي ميثود كده مجهوله انا بألفها، انت ممكن تكون عاملها بتجيب لك الداتا سيت بتاعتك وجواها التيبلز بتاعته، بقول له جدول اسمه ليه الكاستمرز، وكده انا ممكن اشتغل على الكاستمرز بالشكل ده، او اشتغل حتى على ده بالشكل ده. حلو قوي، يعني كده الاثنين دول ممكن منظرين، ممكن اكون هو ده بالنسبه لي الكاستمرز اللي موجود عندي. مش بس كده كمان، يعني انا ممكن اكون معرف تيبل من كإلا ان كيو بقى صرف يعني عشان مع داتابيز سيكول سيرفر بس،
يعني مثلا ممكن اكون عامل معرف حاجه اسمها داتا كونتكست، داتا كونتكست بسميها دي بي مثلا، ودي بتساوي نيو داتا كونتكست زي كده بتوع الاي دي او زي الكونكشن كده خلاص. واكتب هنا الكونكشن سترنج بتاعي كون اس تي ار، ده الكونكشن سترنج بتاعي اللي هو ناصر اتصال بيوري للكونكشن للداتا كونتكست انا بشتغل على الداتابيس خلاص كده. هو ما قايل له كده خلاص انا كده مفترض كده متصل على قاعه البيانات بالفعل. ودلوقتي بالنسبه لي انا عايز اعرف قام جاي قام قايل انا عايز اعرف تيبل نوعه ايه التيبل ده، قلت له نوعه كاستمر، نوعه ايه كاستمر خلاص. وكاستمرز سميته كاستمرز، ده طبعا الاسم اللي الجمله بتاعتي شغال عليه دلوقتي. كاستمرز بيساوي هروح للدي بي كونتكست اللي عامله كونكشن على الداتابيز، اقول له دي بي دوت جيت تيبل هات لي الجدول، وما قايل له اسم الجدول اللي زي مين الكاستمر بالظبط. وبكده اكون اقدر اشتغل على الكاستمرز ده كأنه هو بالظبط هو اللي بشتغل عليه الجمله دي، وهو الناتج بتاعه بيتعرض لي بالشكل ده. واشكال تانية كتير ممكن ان انا اتعامل معاها، دول كانوا مثال. لو حبينا نشوف شكل تاني كده على السريع من جوه الفيجوال ستوديو كانترودكشن للاين كيو قبل ما ابدا اشتغل فيها بالتفصيل، نيجي من فايل نيو بروجكت وفيجوال سي شارب ويندوز فورمز ابلكيشن واسميه الاين كيو اكزامبل 1 ومدايس على اوكي. و عايز اعمل مثال الاين كيو تو اوبجكتس كانترو، خش على تول بوكس وهنزل مثلا ليست بوكس، وير هالليست ليست بوكس خلاص. وهنزل مثلا تكست بوكس يجيب لي باص بتاع فولدر على اساس ان انا عايز اجيب اشتغل على تو اوبجكتس بقى، مش هشتغل على داتابيز لكن هشتغل كده تو اوبجكتس بسرعه، عشان انا طبعا الاين كيوب يعني انا بشوفها دايما مش اسرع في الاس كيو لكن مهمه جدا في الاوبجكتس في الحاجات التانيه. فانا هسمي ديت مثلا فولدر زي ما انا هوضح يعني فيما بعد يعني. ومتقالي تكست بوكس اسميه مثلا تي اكس تي باث، واقوم حاطط هنا باتن وهكتب عليه طبعا اسميه بي تي ان باث، ده المفروض افتح واختار الباث وثلاث نقط كده تي اكس تي باث، والليسته دي هسميها فولدرز او فايلز، فايلز ممكن نعرض الفايلز فايلز ليست الاس تي فايلز ليست خلاص. وادي شكل الفكره البسيطه اللي هنعملها. طبعا ده بتاع الباص بتاع الفولدر هنخليه ريد اونلي على اساس ان هو بيطلع يختار الباص. من لما يفتح الزرار دوت هنخش على المجموعه اللي اسمها دايالوجز واقول له فولدر دايالوج، فين فولدر براوز دايالوج، واسميه اف بي دي فولدر براوز دايالوج، وهاجي نوت على تحت الزرار دوت واقول له فولدر براوز دايالوج دوت شو دايالوج فيفتحه لي. وعايز اقول له لازم يكون داس على اوكي اف ان فولدر براوز دايالوج لو كان جايب دايالوج ريزرت بتاعته دايالوج ريزرت دوت اوكي، يعني اليوزر اختار باص فعلي هتعمل ايه. قلت له هتيجي في txt path دوت تكست بتساوي الفولدر براوز دايلوج دوت السلكتد باص اللي هو اختاره، يبقى اجيب من الفولدر براوز دايلوج السلكتد باص اللي هو اختاره واحطه في التكست بوكس
وبالنسبة لي كده ده هيبقى شايل يعني باص معين. خلاص، وهنزل هنا زرار اسميه مثلا، اسميه فيل الفايل ليست، فيل الفايلز ليست، اعرض لي الليسته بتاعت الفايلز. طبعا لو مش مختار، لو مفيش هنا يعني فولدر مش هعرض حاجه. واسمي دوت ايه، بي تي ان فايلز، وتعالى على الزرار ده كده، وفي الاول هنا هقول له اف ان تي اكس تي باث دوت تكست لو كان لا يساوي فاضي هنبدا نشتغل، إلس هطلع مسج بوكس دوت شو واقول له فيها سيلكت باث فيرستلي، اختار باث الاول. لو ما كانش هنبدا نشتغل مؤقتا دلوقتي، ما فيش لسه ما فيش اي عمليه، ممكن اطلع مسج بوكس دلوقتي فاضيه كده واقول له فيها اوكي. ده لو كان كل حاجه سليمه، مش هجرب، مفيش وقت ان انا اجرب. خلاص دي الفكره بتاعتنا، عايزين نبرمج الفيل فايلز ليست دي بقى الحته دي. لو كان الباص لا يساوي فاضي معناها ان في باث، وانا عايز اجيب البيانات بس عايز استخدم ال line queue بقى في الموضوع، وال line queue to objects هنشوف هنعمل ايه. فاعرف حاجه اسمها directory info، ودايركتري انفو دي مقصود بها فولدر انفو، ودي جايه من سيستم دوت اي او، دي مكتبه سيستم دوت اي او، ودي بتجيب لك معلومات عن الايه، عن الفولدرز الموجوده. او انا اقوم عامل او اعمل يوزنج فوق سيستم دوت اي او، عرفت دايركتري انفو اسميه داير انفو، واجيب فيه معلومات عن الدايركتوري بتاعي او الفولدر بتاعي، وده بيساوي نيو دايركتوري انفو، بيقول لي اديني الباث بتاع الدايركتوري، قلت له هتجيبه من تي اكس تي باث دوت تكست، وده كده الباث بتاع الفولدر بتاعي. وانا عايز اعمل بقى اللاين كيو على الاوبجكت اللي اسمه داير انفو ده، وما عامل ايه بقى، انا عايز اجيب كل الفايلز او الباثز بتاعه الفايلز اللي معديه لينث معين. فممكن اقول له ايه، اعرف var وخليه اسميها files، خلاص بتساوي بلاس كلمه كويري، يعني مشروع كلمه كويري، لكن انا ممكن اقول files، ودي بتقول from مسافه from، هدلعها اف اللي موجوده جوه الداير انفو دوت جيت، في عند جيت files هجيب لك كل الفايلز الداخليه اللي موجوده على وش الفولدر جيت فايلز، وان في كذا حاجه سيرش باترنز مش عارفين من نرجع دلوقتي اقول له جيت فايلز، يبقى كده معلش مش سيمي كولون لسه ما خلصتش، يبقى فروم انا دلعته اف موجود جوه داير انفو دوت جيت فايلز، خلاص كده بشرط وير ايه، قلت له وير، قال لي وير ايه، قلت له اف دوت لينث، هتلاقي طبعا لقط على طول الفايلز بقى، خلاص بقى هو دلوقتي طبعا جيت فايلز بترجع فايلز انفو، خلاص بقت الاف فايل انفو، اف دوت لينث لازم تكون اكبر من طبعا كانت بالبايت، بترجع اللينث بتاعتك بترجع السايز بتاعته بالبايتس، فهقول له مثلا اكبر مثلا من 1000 مثلا ولا حاجه او 10000 بايتس، خلاص واقول له اوردر باي، عايزهم يكونوا مرتبين على حسب اف دوت لينس، عايزهم يكونوا مترتبين مثلا من الكبير للصغير مثلا، فمن الكبير للصغير يعني اسندنج ولا ديسندنج، ترتيب ديسندنج، فاقول له ايه ديسندنج، طبعا كنت ممكن الاقي اسندنج، طبعا تلاحظ ان اللغه مساعداني انتجريتد لانجوج، خلاص فانا هقول له ايه ديسندنج، خلاص ترتيب تنازلي، قال لي هسلكت مين، قلت له سلكت على حسب ما انت عايز بقى، انا هقول له سيلكت الاف
يبقى هات لي كل اللي راجع من مين؟ من الجيت فايلز، والجيت فايلز بتترجع لي الفايلز انفو. خلاص كده بترجع لي فايلز ايه؟ انفو. يبقى كده المفروض دي بترجع لي كل الفايلز اللي موجوده جوه فولدر اللي انا عملت له سيلكت، عايز اعرضه في الليست بوكس. او بلاش الاف اف دي كلمه عامه قوي، بس ان الاف دي هترجع لي معلومات كتير جدا او اوبجكتس، يعني انا عايز اجيب منها مثلا اف دوت النيم مثلا اسم الفايل. يبقى كده سيلكت الاف دوت النيم اسم الفايل اللي موجود جوه الفايلز اللي موجوده عندي. ممكن اقول له جيت النيم ومش عارف ايه، يعني هات لي سيلكت الاف دوت نيم والى اخره. انا قلت اف دي اكنها كده قلت سيلكت استرسك، يعني هات كل الحاجات اللي موجوده جواها. المهم هاجي دلوقتي كده النيمز دي كده بقت الفايلز دي عباره عن لسته من اسماء الفايلات، خلاص من اسماء الفايلات اللي مخزنه داخل الفولدر اللي انت حددته وحجمها يكون معدي ال 10000. فهم قايل له ايه بقى؟ هم قايل له الليسته بتاعتي او كان اسمها ايه؟ فايلز ليست. فايلز ليست دوت الايتمز اللي جواكي دوت اد، عايز اضيف. قال لي هتضيف ايه؟ قلت له ضيف لي الفايلز اللي انا سلكتها، اللي عملت لها سلكشن دلوقتي. فالمفروض هيروح على الليسته ديت وجواها في الايتمز اللي جواها او هيضيف في الايتمز الموجوده جوه الليسته الفايلز اللي جت من الفولدر. اجي كده اسيب واعمل رن او ستارت. طبعا لو جيت عملت كده هيقول لي اختار لك باص الاول، اختار باص وليكن الدي كده وخلاص، وقلت له فيل فايلز ليست. طلع مشكله ايه؟ يعني اصل انا ما اخترتش فولدر يعني ولا ايه؟ اوقف كده، موقف كده وارجع تاني. بقول الباص نوت سبورتد، يمكن عشان انا مختار بارتيشن، يعني اختار اي فولدر كده اعمل اوكي كده. الدنيا مش مظبوطه ماشي، يعني ممكن يكون مش قادر يجيبها بسبب ماشي. نعملها زي المثال احنا قلناه، ممكن نعمل فور ايتش متغير سترينج اسميه نيم ان الفايلز. خلاص كده يبقى كده ايه؟ هلف على كل فايل من الفايلات اللي عندي واحط هنا طبعا اللوب بتاع فور ايتش، هياخد اول اسم من كل فايل وهقول له في الليسته في الايتم ضيف لي النيم. وبعد كده يعدي على النيم اللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده، بحيث يقدر يملا لي كل الايه؟ النيمز، زي المثال اللي احنا كنا شرحناه هنا بالظبط كده. كان من هنا نيم، لكن هنا طبعا مش شغالين على حاجه ثانيه بس نفس الفكره. فتعالى نشوف كده اما اجي ارن، طبعا دي تو اوبجكتس، وافتح واختار اي فولدر واقول له فيل الفايلز ليست، جاب لي كل الفايلات اللي معديه اللي ايه؟ الحجم اللي احنا محددينه. طبعا هي الليست تقريبا كان فاضل لها اسم واحد، لكن لو زودنا الحجم ممكن ما نلاقيش حاجات كتير من ال على حسب طبعا ما نلاقيش حاجات فايلات كتير من الفايلات اللي احنا كنا شايفينها من شويه على نفس الفولدر. تقريبا هم تقريبا حجمهم كبير، حاجات حجمها كبير ماشي. لكن على العموم لو اخترنا فولدر من الفولدرات كده، تقريبا دي كلها فولدرات حاجات بسيطة، قلت له فيل، طبعا هيضيف لي على اللي موجود، ضاف لي تلات ملفات مع ان كان في ملفات اكتر، كان في فايلات اكتر من كده الى اخره. يعني كان كل الفكرة بوضحها ازاي بشغل الاي ان كيو، والميزه بتاعتها الباور بتاعها ان هي مش بس تشتغل على الداتا بيز، دي بتشتغل على اوبجكتس وحاجات تانية مختلفه. عايزين نبص بصه كده على دي كانت انترودكشن كده للاي ان كيو قبل ما ابدا اخش في التفاصيل اللي موجوده فيها.